الناس اللي عايزه تتعلم من يوسي ماس وانا موجوده لازم اعلمها لكم. بص بقى، العداد الصيني لو عايز تشتغل بالعداد الصيني الموضوع بسيط قوي. شايف اول عمود ده اللي هو العمود الاولاني ده؟ العمود الاولاني ده بيمثل لي الرقم اللي بيتكتب في الاحاد، او لو انت بتاخد ماس يبقى في الرقم اللي بيتكتب في الوانس، يعني مثلا اللي هي الارقام مثلا 1 2 3 4 1 2 3، طبعا من 1 لحد 9 او من 1 لحد 9. يعني بص معايا، مثلا هقول لك حاجه، الارقام يعني عايز اطلع واحد مثلا، ده كده واحد او 1، طب 2 طبعا 1 2، طب 3 اهو، طب 4 اهو. طيب الفايف بقى عندنا مختلفه خالص، تنزل ده كله واللي فوق دول كلهم هم دول الخاص بالفايف، يعني ده اسمه فايف، ده كده فايف تمام في العمود الاولاني ده بتاع الاحاد الوانس، وده التنس. طيب تعال نقول ادي كده 5. طب لو عايز اقول 6، ال 6 طبعا بيتكون من 5 و1، 6 يعني 6 من 5 و1، 5 6. طب 7 ادي 5 6 7. طيب 8 هنقول اهو 5 6 7 8. طب 9 5 6 7 8 9، يبقى كده جبنا التسعة. نقول تاني ادي 1 4. طب لو قلنا 5 ننزل دول كلهم وده لوحده 5 تمام 5. طب 6 يبقى 5 و6، 5 6 7 8 9 تمام. طب لو انا عايزه اقول دلوقتي مثلا 5 زائد 3، يبقى اقول ادي 5 اللي اتفقنا عليه ده 5 و3 اهو 1 2 3، يبقى كام؟ 5 6 7 8، نعدهم كلهم. طيب لو قلت مثلا 2 زائد 1، 2 زائد 1 اهو، يبقى كده 3 تمام. طيب لو قلت مثلا 7 زائد 2، ادي 7 ننزلها نعملها الاول 5 6 7. طب زائد 2، يلا نزود 2 1 2، يلا نعد كله بقى مع بعض. احنا اتفقنا ان ده 5، 5 6 7 8 9 تمام. وده اللي احنا شرحناه عن طريق الصوابع، وفي ايدي اليمين بيعبر لي على كل الكلام ده في الحلقات اللي احنا شرحناها عن طريق الصوابع. نفس الكلام ده بنعمله في التنس اللي هو في العشرات. العمود التاني ده هو ده العشرات، ده بدل ده 5 ده هنا في العشرات 50 60، ادي 50 و10. ما هو ده كده كل واحد، مش ده كان كل واحد بيمثل 1 2 3 4، لا ده كل واحد عندي اهو 10 20 30 40. طب ننزلهم كلهم يبقى ده 50 لوحده. طيب يلا 60 بقى، 50 و10 60 70 80 90. نفس الطريقه دي، هي نفس الطريقه دي بس ده احاد وده عشرات، ده وانس وده تنس تمام. يعني لو عايزه اطلع 70 ادي 50 60 70. طب عايزه اطلع مثلا 90، يبقى ادي 50 60 70 80 90. طب عايزه اطلع مثلا 20، 10 20. طب لو جمعت عليهم 50، يبقى اهو نجمعهم بقى نعدهم كلهم. اوعى تقول 10 20 30، لا دي اسمها كل الصف اللي فوق ده 50، 5 في الخمسات، يعني 5 50 500 5000 كده. ادي ده كده يبقى 50 60 70، يبقى 20 زائد 50 70. طب عايزه اقول مثلا 50 زائد 40، ادي 50 وال 40 10 20 30 40، يبقى 50 و40 50 60 70 80 90، يبقى كده 90. طيب هنعمل عمليات حسابيه عليهم ازاي؟ يعني مثلا لو قلت مثلا 12، 12 يعني 2 احاد و10 في العشرات، زائد مثلا 15، 15 يعني 5 احاد زائد 1 عشرات، يلا نشوف هيدينا كام كله على بعضه، نشوف في الاحاد كام؟ 5 6 7، يبقى في الاحاد 7 وفي العشرات 20، 27. يبقى قلنا 12 زائد 15 27. هنعمل عمليه حسابيه تاني بس اعملوا اكسبلور ولايك وتابعوني علشان خاطر تتابعوا ان شاء الله، نرجع نشرحه كله تاني. انا شرحته كله عن طريق صوابع، هنرجع نشرحه كله على عدات تاني، لان في كذا فكره في اليو سي ماس. شكرا لكم جدا.